اللي محتفظين على التراث وحتى الفرق اللي محتفظين على التراث حتى هما تيعجبهم داكشي ديال المهرجانات والتقاليد ديالنا. المهرجان يمثل التقاطعات الفنيه في خدمه التنميه. دونك التقاطعات الفنيه جوستومون هذاك المزيج هذاك لا ديفيرسيتي ديال 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 الالوان الفنيه في المغرب فهي غنيه. حيت كل لقينا قدام حاطين على التاريخ علي التمر على التقليدي حتى حنا حاطين عليها وبغينا نجدو نعطيو حتى حنا الشمع لهذوك اللي جايين الجايين باقي ان شاء الله. بغيت حنا نتعرفوا على الثقافه ديالنا وهذا الشيء اللي كنتعرفوا باش نكبروا ونعرفوا الثقافه ديالنا الامازيغي. تراث غني وممتع بأسماء مختلفة أحواش أحدوس يخرجه مهرجان إيمين تانوت من نسق الأفراح والأعياد ويقدمه للأجيال الناشئة صونا له من الانتظار. في ختام الظهيرة